يعني بطلب لك ناخد ماب جماعة، ماب جديد جماعة، ثم بيطلب مني اختار ال فهمت ايش بدي اختار ايزي جماعة. ما فهمت ايش يا جماعة الماب. في اعداء بالماب وانت تقعد تحاول تهزم جماعة. انا مش فاهم ايش جماعة من الماب. لا الماب اللي دخلت جماعة جديد اعطاني ست سبنات من عنده جماعة. عارف ليش صار بجي عايشين اشي نادر اصلا من 50 كوين سيل. ما عارف بدنا كل اشي بلو فروين. هون في 500 كوينز 21% بس انا جاي 150 كوينز. انا عارف كم بالمية نسبتها. هي احسن اشي عايشة بعد الحظ امي هاد 3% ليفل 10 والسكن. وهاد مهارة هاي ليفل 10 والسكن 1%. يا بدنا شي جماعة هدول. جدنا هاي المهارة ليفل 4 جدنا كمان هاي المهارة جماعة ليفل 4 كان قريب يا جماعة. دبل كومنت جانا ودبل جماعة اكس بي جانا لحد الآن. كان قريب يا جماعة سياسة نسبتها صعبة يا جماعة. طبعا كنت تحولها الشخصية ليش جناحها انخفض يا جماعة شخصية. وانا عندي اسلحة افتحها جماعة هون. هون اعلى سلاح دي بي اس 4000. اعلى سلاح بالصندوق هون 8000 دي بي اس. هون 15000. قبل نبدأ نكتب بعض القداس انا بس اول افتح ابك واي واحد تاني واحد جيد. نضيف كل هدول يطلعوا لنا يا جماعة. امبارح جماعة في واحد جماعة كتب تعليق ونفسه اللي اخذ مني الجلتش كاميرا مان وما رجعوا جماعة. انا ارد عليه بهالفيديو جماعة. هو اسف جماعة بس ايش ما رجع لي نفسه جماعة. هو قال انه اسف انه سامحوا يا جماعة. أنا ما سامحوا إلا يرجع اليونس يا جماعة. الجلتش كاميرا مان دي أخدوا. حتى مش مهم إنه يرجع الجلتش كاميرا مان يا جماعة. يعوض بشغلة بدالها يا جماعة. ناقص يعوض بشغلة بدالها يا جماعة. نو ايش انه يعوض بشغلة بدالها؟ لانه اذا هو عمل تريد مقابل مشكل غيره يعطينا اقل شيء المشكل اللي عمل فيه تريد بالجلتش كاميرا مان مقابل ايش. لو اذا ما عمل بالتريد اذا عمل تريد هو بالجلتش كاميرا مان وجاب شغله بدال الجلتش كاميرا مان غيره بالجلتش كاميرا مان مقابل شغله اخرى الشغل اللي بدال الجلتش كاميرا مان يعوضني يا جماعه. ولا اقل شيء يا جماعه اقل شيء يعوض فيه انه يعطينا بعض اليونتس الليجندري مثلا 12 ليجندري يا جماعة. صح انه ما بيسوا الجلتش كاميرا مان بس 12 ليجندري ماشي. حتى اخليها 11 واحد 10 يا جماعة خلاص اقل شيء 10 يا جماعة. بسامحوا يا جماعة اذا اعطاني 10 ولا يرجع اللي اخذوا مني اللي جلتش كاميرا مان ولا انه اي شيء عوضي يا جماعه. اي شيء عوضي انه مثلا هلا شوف يا جماعه اشرحكم يا جماعه بتفصيل. هلا اذا انا عندي يونس مثلا نحسبك مثلا يا جماعه مش جد اذا عنده واحد يونس ليجندري يا جماعه شخصيه ليجندري
بدل فيها مقابل 5 ايباك، وهي نفس اللي بدل فيها مقابل 5 ايباك. هو الجليتش كمان معاه اذا بدل فيه مقابل يونس غير الجليتش كاميرا مان، انه هو عمل تريد بالجليتش كاميرا مان مقابل اليو تي سي، يعطيني اليو تي سي. اذا عمل هو تريد بالجليتش كاميرا مان مقابل اليو تي اس يعطيني يو تي اس. ده اقل شيء، حتى عمل تريد بالجليتش كاميرا مان مقابل سينما مان يعطيني اياه. يا جماعه الجليتش كاميرا مان مش تبعه يا جماعه بالاصل، انه الجلتش كاميرا مان جماعة مش تبعه بالاصل اصلا. كانت انا قعدت وقت جدا طويل، فترة طويلة جماعة قعد اجيب ال يو تي اس يا جماعة، وبعدين كان في بعض اليونتس مش ملحق يا جماعة، هو مع 300 جيم واكثر يا جماعة، مو 300 جيم، 720 جيم اليو تي اس، 720 جيم وحدين ليجندري مقابل الكاميرا مان. نو المبلغ دفعت الجيم يا جماعة كتير، انا دفعت 720 جيم، مبلغ كتير كتير يا جماعة. ويجي ياخذ المصادر يا جماعة، وما حد رضي يا جماعة حتى باليو تي اس و 720 جوهرة واثنين ليجندري مقابل جلتش كاميرا مان بصعوبة. بعد 3 ساعات ونص انا قاعد جولت البلازا قاعد اعمل تريدات. ونجينا يا جماعة بعد المهارات ونقول نعمل ريبير، نعمل ريبير. متنا، رجعنا ليفل 1. فتح الجماعة المهارة، هاي ايش تريد تعمل؟ يعني كم بتعب الدم يا جماعة؟ تعطي دمج يا جماعة، لا ولا سلاح ورا الله. هاي ايش؟ هاي بتزيد يمكن الرنج المسافة 16%. وهي الرصاص بتضاعفك المخزن الرصاص. هون ايش كويستا، ناخذ الكويستا هون. وين عندنا الرشاش هون، الضرب الواحد بيضربها 3000 و لا 4000 يا جماعة و500 بس، دي بي اس 90000 بس. بروبوكس كتير يا جماعة، كتير مبلغ كبير في الروبوكس، لا كتير مبلغ. عنده حتى الفاير مود اوتو فول، ويجي فول من عندهم يا جماعه. يا جماعه حتى في شغله حلوه، افتح 50 تحصل مسك، هاي بيضه بدك يا جماعه. صح انه نسبته 1% بس فكره جدا جدا جيده يا جماعه، تفتح 50 وتحصل مسك، الفكره ذكيه يا جماعه، سهل على الناس لما تضل تقعد تفتح وما يجيك شيء طويل. هاي كل اعطيني اياها بعد 3 دقايق يا جماعة. سبين اون فايتنج بوس، بس بدي اكون كملت عدد ويفات كبير. 50 ويف، استنى في اكواد بيكتبها يمكن هون، هي موجودة بال رودين كود. هاي اول كود يا جماعة، عن دبل اكس بيو. انا مش مستخدم يا جماعة الدبل، ولحالك اللاعب بيضرب يا جماعة. مهارات انا اللي بستخدمها يا جماعة، عنا اتاك عن زيدو يا جماعة. اوب كوينز هاي يعمل ريست للهاي، نرجع يعمل ريست للمهارات للبوينت اللي صرفناه يا جماعة
نعمل هالمرة للدم. 30 من دم كتير يا جماعة، بس الدمج 1% كتير ضعيف. وان ايش 50%؟ لا غالي يا جماعة كتير. صارت المفاتيح يا جماعة، ما بعرف ايش بعمل فيها المفاتيح دول. زي الدم يا جماعة، كمان موت بسرعة زي اول. لاك يا جماعة كمية كبيرة من اللاك. هاي ايش ما فهمت يا جماعة ليش؟ في اتنين ديلي، في هاي الديلي 7 ايام بيعطينا هذا. في عنا الديلي العادي. شكو دخل مكتوب هلا يا جماعة؟ اخترناها. انا كنت بتلوها بصفحة اللعبة يا جماعة. هيك يا جماعة. اوكي اعطانا بوتس. اليوم بعد فضل الجماعة، بس عملت فضل الجماعة عشان شوي جمع كوين، وحاولت اشوف استكشف المبنى يا جماعة وين البوستات اللي حصلت يا جماعة، بس لقيت يا جماعة اخيرا هون. هاي ما فهمت يا جماعة، هون عندي 9 ساعات اساس، ولا هو 9 ساعات بيختفي اللي هون بالبوست، بس مش مهم يا جماعة. لو كانت 29 روبوكس ما هون لقيت عندي 10 بوست ما اعرف ليش. هو عندي 3 بدل صح، جالي 3 كودين، بس في واحد انه هون انا جالي بالسبين 2 منه، 1 بالكود اكس بي، جالي 2 منه بالكودات، 2 فيه اكس بي، بس اللي بقايا 9 ما لقيتهم يا جماعة. مثل ما حكينا يا جماعة شروط الجيفواي، انا ده انا عامل جيفوي على روبوكس مجاني يا جماعه، بس لازم المقطع يوصل 10 لايكات يا جماعه. انه لو وصل 10 لايكات يا جماعه المقطع، بس اهم شيء كان يكون حدا كاتب بالكومنت التعليقات يا جماعه. يعني اسمح له اصلي بروبلوكس، انا ابعت روبوكس، لا اسمح له وابعت له روبوكس، بس لما يكون صانع تيشيرت بالماب التبرعات، لازم يكون صانع تيشيرت بالماب التبرعات. يا يعني يكون صانع تيشيرت، يا يعني يكون صانع جيم، بس اهم شي نكون صانع شغلة بالماب التبرعات، عشان اقدر اتبرع جماعة بالماب التبرعات روبوكس. المقطع السابق ما وصل 10 لايكات، كان قرب على 10 لايكات، بس ما مو 10 لايكات يا جماعة، 9 لايكات. بس يا جماعة اللي بده توصل له روبوكس لازم يكون مشتغل كمان يا جماعة، فعل زر الجرس، لكل الإشعارات. بس إذا وصل المقطع على 10 لايكات، إنه قبل ما ينزل المقطع اللي بعده، وصل المقطع 10 لايكات قبل ما ينزل المقطع اللي بعده يا جماعة. والمقطع اللي بعده بعطي الروبوكس اللي طلع اسمه يا جماعة. بس انا فيني اكون واصل 10 لايكات يا جماعة، اذا ما وصل 10 لايكات ما اعطي حدا الروبوكس يا جماعة. وكل اللي هتعملوه بتكون على ضغط زر اللايك، اللي هتعملوه يا جماعة بس على ضغط زر اللايك بس. انا 4 بوينت هون زي دول.
مرة على ليفل 2 يا جماعة. دول فيهم كرافت، انا مدى دول كرافت كمان. انا كرافت دول الجماعة كلهم. هاي نشيل يا جماعة. كيف اشيلها؟ الله اعلم يا جماعة. في غير كرافت بس يا جماعة، بس كرافت موجود. لا هون هون صح يا جماعة. دمج هذا احسن يا جماعة. طلعوا يا جماعة، كل سلاح له شغلات مختلفة يا جماعة. هون عنا دمج، هون عنا السبيد للضرب يا جماعة. ما بعيد مصاري يا جماعة، نفتح فيهم. اكو واحد لحالي مع عائلة، ممكن يجينا المسك. وجماعة الناس اللي كانوا بيطلعوا معي بفيديو جماعة، زي ما طلع مصطفى جماعة معنا بالفيديو، سهل بس ينزل يكتب باسم حساب وبالطريقة يا جماعة، ابعت له صداقة. هنطلع بسلاحين ما بكون فاضي يا جماعة، ما بصور فيديو. استنى استنى امسك يا جماعة، استنى امسك استنى امسك يا جماعة. يا جماعة بدون ما نكمل هاي، لا ما فكرة يا جماعة، شيل هاي وحط دمج احسن، هذا دمج كتير، صار 16% زيادة دمج. انه عندنا 8 16% دمج. ونعمل كرافت دول، اشوف شو الكرافت يا جماعة. العب اخر جيم من هنا المقطع يا جماعة. هذا الجيم بدينا من ويف 10 على اساس، لا ما بدنا يا جماعة. شو ما عمل ليش طلب مني ويف 10، وطلب مني ويف 10 بس ما فهمت ايش كان بده اصلا. هاي مهارة الدمج اكثر شي يا جماعة، مهارة الدمج. هل نعمل كرافت يا جماعة؟ بس نجيب منها 3 يا جماعة ناقصنا. نوع بعد ايش نتعب الدمج تبعنا يا جماعة، كمية لك كتير يا جماعة.
طب مين عملها كرافت يا جماعة المهارة؟ يا جماعة هون يا جماعة اطلع هون، كان معانا رصاص يا جماعة، انا مستخدم يمكن هاي المية بمية يا جماعة رصاص، من زيد الرصاص اكتر من لازم. ايه طبعا كنا نعمل سبين على بيت رايد حتى وهذا السلاح يا جماعة قديش دمجه الله أعلم. عادي بس سبعة وهاي هل كمان لك بس سبعة، ما أعرف كيف. هذا مش مسك يا جماعة، غير مسك. الكرة ساعة اثنين قديش يا جماعة؟ اوه كيف معكم نوصل لنهاية مقطع الأمونة أكشن على القناة. أيو إذا حابين كم على الماب كم يعني يا جماعة أنا فعلا حاول نجيب أسلحة غير هاي الأسلحة دمجوا 10,000. بس خلينا نعطي أول الأشياء هذول. وصل دمجوا 12,000. مع السلامة.